صباح الخير يا أول. إذا بتتذكروا المرة الماضية أخذنا عن turning on the computer، حكينا كيف بنشغل جهاز الكمبيوتر، حكينا في عندي شيء اسمه الباور باتون. هاي الباور باتون بتكون موجودة على جهاز الكيس. الباور باتون بتكون موجودة على جهاز الكيس، بضغط عليها وبشتغل عندي جهاز الكمبيوتر. هلأ كمان حكينا عن الويندوز، حكينا انه الويندوز بتتحكم بالكمبيوتر، بتتحكم بالابليكيشن الكمبيوتر كمعدات، تمام، بتتحكم بالفأرة، بالماوس، بالكيبورد، بالسكانر، بالبرينتر، بالسبيكرز، بالمايكروفون، بتتحكم فيهم كلهم، تمام. وبالابليكيشنز، الابليكيشنز هم البروجرامز، تمام، البرامج، الوورد، الاكسل، البينت، البرامج اللي أنا بستخدمها، تمام. هلأ حكينا مكونات الكمبيوتر سيستم، نظام الكمبيوتر. في عندي ثلاث مكونات، حكينا أول شيء في عندي الويندوز اللي هو نظام التشغيل الويندوز، عندي كمان الكمبيوتر بمعداته كاملة، وفي عندي آخر شيء اليوزرز، تمام، هي المستخدمين. إذا عشان كأنه يكون عندي بيئة عمل متكاملة لازم يكون عندي ويندوز. إذا ما عندي ويندوز يعني أوردي أنا ما عندي جهاز أشتغل فيه، تمام، لأنه الويندوز هو أساس العمل. تاني شيء لازم يكون عندي الكمبيوتر، الكمبيوتر لازم يكون متكامل بجميع معداته، ماوس، مونيتور، كيبورد، كيس، إذا بحاجة للبرينتر، إذا بحاجة للسكانر، تمام، سبيكرز، مايكروفون، كام، هدول لازم يكونوا كلهم متواجدين. بس طبعا الأساسيات اللي هم الكيبورد، الماوس، المونيتور، والكيس، تمام. واليوزرز هم احنا المستخدمين، تمام. اذا هدول هم بيئه او مكونات النظام الكمبيوتر. اليوم ان شاء الله راح نحكي عن الايكونز، راح نحكي عن الايكونز وراح نحكي عن الويندوز بيج 22 و 23، تمام. هلا الايكونز اللي هي سمول بيكتشر ذات ريفير تو بروجرامز، هي عبارة عن أشكال صغيرة بترجع أو بتدل على البرنامج المستخدم. هلأ مثلا إذا بنلاحظ هون هاي آيكون، هاي آيكون شايفين اللي بأشر عليهم على سطح المكتب. طبعا هذا كله اسمه ديسكتوب، صح. وحكينا الشريط اللي بالأسفل اسمه تاسك بار، هذا الشريط اللي بالأسفل اسمه تاسك بار، تمام. هلأ نيجي نحكي عن الآيكون. هلأ هاد اسمه آيكون، هاد اسمه آيكون، هاد اسمه آيكون، شايفين بأشر عليهم على سطح المكتب، هاد اسمه آيكون، هاد اسمه آيكون، تمام. هدول كلهم آيكونز، الآيكونز هدول موجودين على سطح المكتب. الآيكونز هدول عبارة عن صور صغيرة بتدل على البرنامج المستخدم. هلأ هاي ريسايكل بن اللي هي سلة المهملات، تمام، اللي أي إشي أنا بحذفه وما بدي إياه بروح وين بحطه فيها، بكبه فيها، أنا خلاص ما بدي إياه. هلأ هاي البي سي هو نفسه ماي كمبيوتر، تمام، هاي جهاز الكمبيوتر، تمام. هلأ مثلا أنا عندي هون هاي نتورك، تمام، بنلاحظ إنه هاي الشبكة اللي هي الجهاز بتشبك لي إياه على الإنترنت، تمام. هلأ عندي هون مثلا وورد، أيقونة برنامج الوورد، بنلاحظ هاي الصورة لبرنامج الوورد، تمام، هاي الصورة لبرنامج الأدوبي، تمام، هاي الصورة لبرنامج سكرين ريكوردر، تمام، وهكذا. إذا كل آيكون بتدل على اسم البرنامج، بترجع على البرنامج المستخدم، تمام. هي عبارة عن small picture that refer to program، تمام. في عندي أنا الديسكتوب إلى two icons مهمين، إلى two icons مهمين اللي هي أول إشي ريسايكل بن، هيها بحركها يا أمس، شايفينها ريسايكل بن، هي رفعتها لفوق. هاي أول آيكونز مهمة على سطح المكتب. تاني إشي في عندي اللي هي الماي كمبيوتر، هي نفسها البي سي، أنا اسمها عندي ذا بي سي، تمام، ذس بي سي اللي هي البيرسونال كمبيوتر، تمام، هي نفسها الكمبيوتر، تمام. يا بتكون عندك اسمها ماي كمبيوتر، أو بكون اسمها عندك كمبيوتر، أو بكون عندك اسمها ذس بي سي. إذا هدول أهم آيكونز موجودين على سطح المكتب، اللي هي ريسايكل بن واللي هي الكمبيوتر this PC، تمام. هلأ نيجي نحكي عن الويندو. هلأ أول ما أفتح أنا أجي أشغل جهاز الكمبيوتر تاعي، أول ما